اول شي نشرب كاس شاي نعدل المخ بعدين نروح نصور السوق. السلام عليكم، هاي بعد ما شربنا الشاي يا شباب نقول لكم السلام عليكم وتحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب اينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الاربعاء، اشكد بشار 11/10/2023، احنا الان بسوق الحلال بمحافظة ادلب شمال سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ها حسون ليش عم تحكي علي؟ بيبيع ومشترى اليوم ماشي الحال. اها ما شاء الله تبارك، لسه السوق ما قلع السوق هنا. الله يجزيك الخير حسون. وعلى العموم يا شباب لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، تفعيل زر الجرس والضغط على زر الاشتراك، اشتركوا واضغطوا على زر الاشتراك مع بعض. ها ديروا بالكم الدفع 4200. نعم اللهم صل على محمد. قد الناس اعطونا 38 اذن. ها اللهم صل 3800. اليوم يا شباب نزلنا على سرمدة مشان نجيب الواح طاقة، نشتري الواح طاقة وغطاس ومعدات استخراج الماء للبير المي الوقف اللي اطلقنا الحملة من اجله بداية شهر 9. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا. جينا هنا يعني دلونا على شركة ابو منير الرحمون، افضل شركة موجودة يعني قالوا لنا. هنا الشباب يقولوا لنا انه افضل الموجود بسرمدة من حيث الاسعار والجودة. وهذا الخرطوم والحبل والكبل يا شباب حملناه والغطاس كمان. وهي يا شباب مثل ما وعدناكم ان شاء الله كل شيء تكونون مطلعين عليه، هاي الفاتوره. اي نعم، اشترينا الخرطوم والكبل والحبل والغطاس والانفينيسر. 1170 دولار، 1170 دولار التكلفه الكليه من شركه الرحمون. الله يجزيهم الخير، الشباب راعونا يعني وما قصروا. اي نعم، ولسه بدنا نجيب الواحد طاقه، لسه ما جبنا 40 كيلو. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يعني قام يندفع اكثر من 100 ومن 100 ليره بالكيلو. بالنسبه لهاي والله 110 ما عندي يعني. اي نعم. اللهم صل على محمد. بس لسه على السوق ما قلع. لا اليوم سوق يعني خفيف. عمي ابو مدين قام يشتري ولا يبيع ولا شنو؟ ابو مدين ولا جاي يتفرج؟ تنغير جاي يتفرج. ها؟ شوف عمي ابو نادر. شلونك عمي ابو نادر؟ شو اخبارك؟ شوفك قاعد يعني ما تصد هيك ذوي خفيف. البيع خفيف اليوم مثل سوق الاحد والله. لسه تكحل عمي ابو نادر ولا؟ تعود عليها. ها ما اتركها نهائيا. الله يرزقك يا عمي نادر. مالك تحل وافعل امر. نعم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا الفطايم صغار يا شباب، الصلاه والسلام على رسول الله. تعال نشوف قد اسعار مثل الفطايم هاي. شلونك عمي ابو حيان؟ علينا ابو بنبيك. الله يسعدك يا عمي ابو حيان. ايش قد قاعد تسوم هالبضاعه عمي ابو حيان؟ سوم 3500 يا ابو حمزه. دفعوا لك بها شيء يعطوك شيء؟ يعطوني بها 25. هاي ايش قد بها وزن عمي ابو حيان؟ وزن ب 30 كيلو يا ابو حمزه. ما شاء الله تبارك الله. ضربه مع ال 100 ها؟ اي والله. ضربه مع ال 100. اي. انت قديم بالمصلحه تعرف. شلون هالسوق عمي ابو حيان؟ والله السوق كويس، بس هالتركي والدولار ذبحنا ذبح. هالدلاله يطمعون ركض يركضون على الدلاله مشان يبيعون بالتركي. نعم. لازم كل الحلال ينباع على الدولار. نعم. الدولار ما في نتيجه. التركي يا أخي، التركي كل يوم شكل يا اخي. التركي كل نهار شكل. اللهم كنا ذبحنا التركي ذبحنا. نعم. ذبحنا التركي ذبحنا، عمله ذبحتنا. مشكله. احنا اليوم كل البيع والمشترى لازم على الدولار. قام التزم معك بتركي ويتغير الصرف؟ ابدا. يا انا انظر يا انت تنظر. والله يا انت مش قد بيت الفطايم اللي اخذوني؟ بيته ب 96 ليره. على الكيلو؟ على الكيلو. ايش قد وزنهن؟ وزنها من 45 وجوه. اه بس أيوة. لحم طيب يعني؟ لحم اي والله لحم خارق. اللهم صل وسلم على النبي. لحم خارق. هذولهن مو؟ منو اخذهن؟ شيخ التجار وشيخ الجصاصيب. منو؟ فهد عصوص. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله، الضاعة كويسة. اي معروفة. ابو الصيف مرتب. ابو الصيف معدل والله. اللهم صل على محمد. بيع نقدي. اي نعم، الضاعة كويسة والله. ما شاء الله تبارك الله. بس اريد الله يفرج علينا يقلعونا يعني هالعملة من بين ايدينا يا اخي. انت نعم. ها اليوم الدولار 28. هسه ليش ما نتبايع مثلا على التركي؟ ثبت الدولار خلص لما يكون بيدين بيني وبينك. ما انت عاد تقبل القصاصيب. القصاصيب يبيعون من 10 كيلوات لحم يروحون يصرفون دولار ويجون هم ربحانين باللحم وهم ربحانين بال ربحانين باللحم وربحانين بالقصابه بالصرف. ابدا بالصرف. ايه. اكيد يعني هذا ما في مجال. باعهم فطيمه حقها قضى معاهم 45 فورا راح اغلبوها دولار بنهار والقصاب بده يشتغل. الله المستعان. احنا هنا اسبوع قاعد تبهدل اهل البضاعه. الله المستعان. ابدا يعني ما في مجال، لازم نبيع كله عاد
الدولار. نتمنى من الدلالة الأخوة كلهم نعم. يبيعون على الدولار. الله يجزيك خير. يعني الدلال اللي يبيع على الدولار ينجي ضميره زاد. نعم. أبداً. الله يجزيك الخير. اليوم بضاعة السوق خفيفة يا شباب، حتى سوق اللحم، الصلاة والسلام على رسول الله، حتى سوق اللحم بضاعته خفيفة، الله المستعان. هسه يا شباب الناس شوي متخوفة، مو السوق قريب على محافظة إدلب، ومحافظة إدلب شفتوا اللي صار عليها امبارح يعني من قصف، فالناس متخوفة، السوق بضاعته خفيفة والحركة فيه قليلة، يعني ينخاف من الضرب على السوق أو حوالي السوق. الله يسلم، يعني ما بغير هلا الغنام والتجار والناس البسطاء والمدنية، ما في يعني غير الضعفاء والمستضعفين بالأرض، بس سوق المسكين. الله إن شاء الله يومين ثلاثة إن شاء الله هدت الأوضاع، إن شاء الله يومين ثلاثة. فطيمة تركية يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. لحم ما شاء الله تبارك الله. شقد وزنت أبو الفوز؟ 41 كيلو. وزنت 41 كيلو وباعت ب 94 ليرة الكيلو. البضاعة هاي عدا ونقدا ما شاء الله تبارك الله، شايف؟ ان شاء الله تبارك الله. عمين دفع بيع 83 الغنم هاي يا شباب وما عم تنباع، الصلاة والسلام على رسول الله. فصلها 85. اللهم صل على محمد. ماشي حال السوق اللي فيه بيع ومشترى؟ والله اللحم فيه بيع ومشترى. اي نعم، بس البضاعة قليلة بالسوق شوي، مو بالعادة الأربعاء أكثر من هيك. لسه على العالم شوي دايم هيك. اي نعم. الله يسلمك. لسه الناس مي صحيان ها؟ لسه في شوي. الله يرزقكم يا شباب. ما شاء الله تبارك الله. اشتريت عمي ابو سعد؟ صلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله. ايش قد بيها اوزان عمي ابو سعد؟ اللهم صل على محمد. 83 3 دولارات 80 سنت. الفوقانية 3 دولارات و80 والتحتانية 3 دولارات و71 سنت يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. البضاعة هاي عند عمنا اليوم ابو عز، وما عنده معز ولا شيء، ربجه كله صوف. ايش قد طلبت بالعشر هاي ابو عزو؟ والله هاي ما انسامت يا ابو حمزه، ما انطلب بها شيء، ما انسامت طاول طاول، ما طلبت بها انت شيء يعني؟ ما بها شيء طاول طاول. عشر الغنم يعني؟ ايه عشر ايكو هاي. اللهم صل على محمد. ايش قد عشرها؟ والله شهرين، شهر ونص. المهم انه كفالة عشر يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. صلاة والسلام على رسول الله. عم يسوم هالرجال، عم يقول له 5500، عم يطلب 5500 به. 10000 وينه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عدنان تعال عندي. ابو عزو طلبت بها 5500 يعني؟ طلبنا 55 بهاي الحسنة. اي نعم. هذا لنا 10. خوش خراف زينات ما شاء الله تبارك الله. خراف خشنة وكويسة. ايش قد طلبت بها ابو عزو؟ 48. 4800، اعطوك بها؟ 38. 3800 ما شاء الله تبارك الله. شلون شايف ابو الفوز؟ منيحة والله، كويسة كويسات. وسوامة ابو عزو مقبولة يعني زينة ما شاء الله. لا لا مش كثير. ايه كثيرة هو بس مين العماني ينطينا لا تجفل طول بالك. هو متعود عليك تضرب. متعود عليك تضرب. الفوز غالي ما. لا ما هو كثيرة يعني 42 ما حدا بيعطيها البضاعة، خلي على البضاعة. نعم. بضاعة كويسة. اللهم صل على محمد. بدك سوم. بدك سوم الرزق. نعم نعم. يعني زايد نعم. السوم عز، السوم عز. العز كل شيء ولو شيء. نعم. في عالم لازم تسومها وعالم لازم ما تسومها، تفصل معها فصل. في عالم ما تشتري على الفصل. نعم نعم. وفي عالم بدها سوم، في ناس بس تفصل لها ينكاسر. أيوة. وفي عالم تجي تلاقي اثنين متفقين على بيزار على عبد المصاري، تجي تخرب وتظل ماشيه. شو نقول عن هيك عالم؟ لا يعبر ولا ينطج راب. ايش نقول عن هيك عالم؟ صريحه. صريحه؟ ليش ما تقول مخربه؟ حجي ب 35 طلعت والله، يا رباجلك يا كريم حجي طلعت والله معك. خيو ب 35 والله. هاي عنزه ابو قيس يا شباب، وقام تتلقح على فحل طيب. شايف؟ ها؟ عنزه طيبه والله، قيمه ب 300 دولار اليوم بس. فرة طيبة ما شاء الله، تحلب 5 كيلو. الصلاة والسلام على رسول الله. والله بطن 10. ما عرفت مربوطة. أبو قيس أول ما ولدت كانت تحلب 5 كيلو تقريبا. بعد ما بعت من عدد جدي من غير حليب، ما حليب الجدي الان زي الجماعه هذا.
اي والله يا شباب احنا تواصل معنا رجال متابعنا من الاردن قال هذا المعز هالنوعيه هاي الحمر هذا القعام شذان قريب من شكل الشامي ولكن مو شامي قال هذا عندنا بالاردن قال نسميه حوراني قال ارغب بالبيع من الشامي عندنا بالاردن قال يحبونه اكثر من المعز الشامي هل يجي اذان ومو طوال حيل ولا قصار ويجي فيه قعام بس مو جقام قعام ويجي لونه بهالشكل قال هذا عندنا نسميه حوراني باع الان يا شباب الصلاه والسلام على رسول الله اخذوا جنائي ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله يا شباب راح نسوي لكم فيديو تقرير عن المعز الحوراني يعني ان شاء الله اني مره ذكرت لكم شباب قلت لكم هذا معز سوري اصلي اساسي ميزاته طيبه وبزرته طيبه اسعاني اكره بالمعز الشامي القعام الزايد يا شباب تلاقي العنز ما تتنفس زين ما تاكل زين يعني كل انسان له رغبه وهوايه يعني كرايي الشخصي والاذان الطويله مي زينه والاذان الصلمه القصيره مي زينه اما هذا خشانه وقعام ما شاء الله قعام بدون جقام واذان يعني زينات مثل اذان الخروف اطول من اذان الخروف بشوي الله يعطيكم العافيه يا شباب عندنا هاي الارض الزراعيه معروضه للبيع ارض زراعيه خصبه مغروس فيها زيتون موجوده بالبساتين الغربيه لبلده زردنه مساحتها 6000 متر واجهتها على طريقين يا شباب قبلي وشمالي الارض صايره على شكل سلسال عرضها 10 متر وطولها 600 متر فيها زيتون مثمر الارض زراعيه خصبه والارض طاب واخضر قانونيه 100% على الفراغ معروضه للبيع بثمن ان شاء الله مناسب اللي له فيها مصلحه يتواصل معنا يا شباب اللهم صل وسلم على نبينا محمد.